الى خير مصر، حزب الحريه والعداله لكل المصريين، حزب اسسه الاخوان المسلمون. الاستشارات نحن هنا موجودون. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد حسن المصري، حزب الحريه والعداله، بولاق دكرور. احنا نازلين النهارده مع اهلنا بولاق في ميزدهان ناهيه، في شارع ناهيه باسم بولاق دكرور، تحت حمله توعيه سياسيه وتعريب ببرنامج الحزب. احنا حزب الحريه والعداله حزب يريد دوله مدنيه ذات مرجعيه اسلاميه. وحزبنا النهارده نازل معانا حاجتين لاهالينا. الجزئيه الاولانيه معانا برنامج حزب الحريه والعداله واستماره العضويه بالحزب عندنا. الحزب عندنا متقسم لجان، في لجنه خاصه بالشباب وانشطه الشباب، في لجنه خاصه بالنساء وانشطه النساء، في لجنه ثانيه خاصه عندنا بالامانه السياسات وامانه التثقيف، وعندنا الامانات المتكونه. الاشتراك في الحزب عندنا بسيط جدا، كل اللي بنعوزه من اهالينا صوره الرقم القومي وصورتين شخصيتين ويملى معانا استماره الحزب. ده كل الموضوع عندنا. الحمد لله. مين الحزب بتاعنا؟ مش جديد، لان حزب الحريه والعداله هو حزب اسسه الاخوان المسلمين. ولما نقول اخوان المسلمين فضل عز وجل بنتكلم من سنه 1928، يعني شجره طيبه انبتت هذا الحزب الكريم ان شاء الله عز وجل. ده موضوع الحزب عندنا، ده البرنامج بتاعنا بتاع الحزب، ودي الاستماره بتاعه الحزب. دي استماره عضويه الحزب اللي احنا قلنا عليها. اي حد يشرفنا عايزين صورتين شخصيتين وعايزين صوره البطاقه. وده برنامج حزب الحريه والعداله بتاعنا. في معظم البرامج بتاعتنا الاطر العامه بتاع البرنامج، طبعا البرنامج التفصيلي موجود على حزب الحريه والعداله على النت.com او على الصفحه الشخصيه بتاعت بولاق، حزب الحريه والعداله ببولاق دكرور. جزاكم الله خيرا.